Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka Tuang Donat dari Padung. Itu bertertua di semesta. Sekarang jus tanggal berapa? 16 ya, jus 16. Jangan suka ngelihat YouTube politik, terus Qurannya dilupain. Kita baca Quran dulu ya. Untuk menjaga kemuliaan jiwa kita sendiri, baca Quran, kontak-kontak dengan lain harus dijaga. Sekarang juz 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلتك عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عند قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى
Fasanaqulu lahu min amrina yusra. Salakallahul azim. Satu halaman. Surah Al-Kahfi. Ayat 75. Awal dari surat Al-Kahfi. Bukan awal. Awal dari juz 16. Yaitu surat Al-Kahfi. Ayat 6. Ayat 75. Sadaqallahul azim. Kita mulai dengan baca Quran baru menjadi YouTuber.